يقول: لي أخت وقد أرضعت ابنها البكر مع ابني البكر، فهل يحرمن البنات اللواتي من بعد هذا الولد على أبنائي الذين من بعد ولدي البكر؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير. نعم، ابن أختك الذي رضع منك يكون ابنا لك من الرضاعة، وتحرم عليه بناتك لأنه صار أخا لهن من الرضاعة. أما إخوته يجوز أن يتزوجوا من بناتك، وكذلك العكس، أبناؤك يجوز أن يتزوجوا من أخوات المرتضع الذين هم أبناء أختك، لأنهم لا علاقة لهم بهذا الرضاع، إنما يقتصر تحريم الرضاع على المرتضع وعلى فروعه. نعم، بارك الله فيكم.